السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، المستوى الأولى بكالوريا، معكم يوسف دالة من خلال الشاشة المتميزة جي كومينيكتيفي. سوف أقدم لكم حصة خاصة الآن، تفسير الأسئلة المتعلقة بالامتحان الجهوي الخاصة بالأولى بكالوريا، تحضير الامتحان الجهوي الخاص بالأولى بكالوريا مادة الفرنسية. إذا كان مدج نطرق لهذا الامتحان الخاص بالشرق 2017، اكزام ريجيونال دو لوريون 2017. اذا تطرقنا سابقا لقراءه هذا النص في الفيديو السابق، الان سوف نتطرق الى الهدف من هذا الفيديو، هو تفسير بشكل مفصل الاسئله المتعلقه بالامتحان الجهوي في جهات المملكه. اذا اليوم سوف نركز على جهات الشرق وخاصه بلا بواطا ميرفاي، لان اكثريه منكم سوف يختار الامتحان الخاص بلابواط اميرفاي احمد الصفريوي. لان اولا نطرق الاسئله الاولى ديال هذا الامتحان الجهوي وطريقه الاجابه على الاسئله. اذا المهمه ديالي انني خاص نعرف ونكون واعي تماما بالنوعيه ديال الاسئله اللي تتلاح عندي في الامتحان الجهوي وكيفيه الاجابه عليها. نطرقوا لجميع الاحتمالات في هذه الفيديوهات، في هذه القناة سوف نطرق في جميع الاحتمالات كيفاش يمكن لي نجاوب على الامتحان الجهوي بشكل جيد، بخصوص ليتود دو تاكس اللي عليه 10 نقط. كما يعلم الجميع ليتود دو تاكس ينقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول هو كونتكستواليزاسيون دو تاكس، عليه جوج نقط، وهاد جوج نقط هادي فغيمون غراتويتمون، زعما فابور تعطوها لكم هدية. اذا وتعطيكم كذلك واحد الدفعة. اذا ان فوا تحصلوا على جوج نقاط وعارفين بانكم تجاوبوا مزيان، هذيك تسمى دفعه نفسانيه في هذاك الامتحان الجهوي، في هذاك اليوم ديال الامتحان الجهوي باللغه الفرنسيه. اذا ما ساهلش الحال. اذا لاحظوا معي جيدا تلقاو بحال الشكل هذا ديال الطابلو، على العموم تيلوح لكم بحال الشكل ديال الطابلو هذا، في تي دو لوفر دو تاكس، في لوتور، في جونغ دو لوفر، في تيب دو تاكس مثلا. اذا خاص تعرف كيفاش تجاوب على هاد السؤال هذا. تيبر دو لوف، تيتر دو لوف، مع العنوان ديال الرواية، شنو هي العنوان ديالو، واش لابواط، واش انتيغون، واش لو ديانج كونداني، تتختار اللي عندك في هذاك ليكستري بيان سور. اي معروف لوتور معنى اسم كاتب، جونغ دو لوف معنى النوع ديال الرواية، و تيب دو تاكس معنى النوع ديال النص. كاين الفرق ما بين النوع ديال الرواية والنوع ديال النص باش نوضح لكم اكثر. تيب دو تاكس مثلا ناراتيف، ديسكريبتيف، انجونكتيف، اغريمونتاتيف، هذيك هي المعنى تيب دو تكست. اما جونغ دو لوف معنى رومون اوتوبيوغرافيك، رومون اتيز، لا تراجيدي. اذا هادو هما اللي عندكم ثلاثه انواع ديال لوف. من بعد عندكم السؤال الثاني متعلق بلا سيتياسيون دو باساج، ما بداو يتسهلوا عليكم هاد لا سيتياسيون دو باساج، يعطيكم هاد الاسئله بحال هذا السؤال هذا فيه فغي وفو. اذا هاد السؤال هذا فريمون غراتوي، هاد السؤال هذا، هاد لا كيسيون فريمون غراتويت والله، زعما بصراحة راه فابغور. ريبوندي باغ فو لا فامي دو ناراتور ابيت مكناس، في نظر لا فامي دو ناراتور ابيت مكناس، جبان لكم لو بير دو ناراتور ايت ان كوافور، وفي نظركم الاب ديال سيدي محمد ايت ان كوافور، جبان لكم لا العيشة ايت نامي انتيم دو لا مير دو ناراتور، لا العيشة واش الصديقة ديال لالا زبيدة الام ديال الناراتور، في نظر لالا زبيدة سوف دير لا مير دو ناراتور اي لا مير دو ناراتور اي لا مير دو ناراتور. تلاحظ هاد النوعية ديال الأسئلة راه في الامتحان الجوي راه دوخو فيها حقيقة، واخا يجيب لكم سالي في الوقت ديال الامتحان راه دوخو فيه. المهم هادي عطيتها لكم جوج نقط غراتويتمون. أجي دابا ننتقلوا إلى الأسئلة الأخرى. دابا ننتقلوا إلى المهم، هما هاد الأسئلة اللي تتشوفوهم هادو، السؤال الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، أسئلة مهمة جدا، أنا تنعتبرها هي القلب الحقيقي ديال الامتحان الجهوي. هاد الأسئلة هادو هما المهمين في الامتحان الجهوي. علاش؟ لأنه القيمة ديالهم كبيرة، 6 نقاط. سؤال 3 و4 و5 و6 و7 و8 عليهم 6 نقاط، والامتحان عليه 20 نقطة. جوج الأسئلة الأولين عندك ما نهضروش عليهم، اللي فاشل راه يجيب جوج نقاط ديالو، اللي فاشل كاع يجيب جوج نقاط ديالو.
اذا ما تنهضرش على جوج اسئله الاولين لان غتاخذوا جوج نقاط، تنهضر على الاسئله هادو اللي عليهم 6 نقاط، تيتسموا اناليز دو تيكست، تنسميهم حنا اناليز دو تيكست، تحليل ديال النص. فيهم الاسئله ديال الفهم مقتصره بالباساج او مقتصر بالنص، وكاين اسئله ديال اللغه كيستيون دو لونغ. هنا فين بقى المشكل؟ اذا عندكم من هاد 6 الاسئله، من هاد تقريبا 6 الاسئله، السؤال الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. اذا بوكو لونفونس دي محمد نا با في اونتري لو شات دو زينب، هاد السؤال الجواب ديالو تلقاو في النص. دائما في البدايه ديال الامتحان الجوي قراو النص 3 المرات 4 المرات باش تفهموا ومام الاحداث باش يجيوك لهم الاسئله سالين. بوكو لونفون سيدي محمد نا با في اونتري لو شا دو زين، بوكو لماذا؟ اذا خاصكم تجاوبوا عليه من النص، يكون النص قدامكم تجاوبوا عليه من النص. كيل اوبجي بريسيو بينهم مزدوجتين، كيل اوبجي بريسيو لو شا دو زينب اتي الفولي اسيدي محمد، اذا هذا سؤال من النص كذلك. اذا السؤال الثالث والرابع من النص، بوركوا لونفون سيدي محمد نا با في اونتري لو شا دو زينب، غادي تاخذوا الجواب ديالو من النص. كيل اوبجي بريسيو لو شا دو زينب اتي الفولي اسيدي محمد، غاتاخذوا كذلك من النص. نمشيو دابا للسؤال الخامس، قال زينب ايتي لو جونغ دو في كي سو ليس فرابي سون رياجير، جوستيفيي فوت ريبونس باغ ان انونسي تيغي دو تيكست. دابا زينب ايتيل، دابا هذا سؤال طرحوا لكم النص، زينب ايتيل لو جونغ دو في كي سو ليس فرابي سون رياجي، معناها اللي ضربتها ما ديرش الرد الفعل ديالها، ما ضربك ما والو. واش في نظركم هاد المقوله واش صحيحه ام خاطئه؟ ولكن خاصكم جيستيفيو، خاصكم ديروا التعليل من خلال النص. جيستيفي فوت ريبونس باغ ان انونسي تيغي دو تيكست، من خلال واحد جمله مأخوذة من النص. إذن هذا هو سؤال ديال الفهم ديال النص. دون لو دوزيام باراغراف، هما شوفوا هما محددين لك الفقرة الثانية، خاص تعرف كيفاش تحدد الفقرة الثانية بهذاك لي زالينيا. إذن دون لو دوزيام باراغراف معنى الفقرة الثانية، كيلي ليكسبرسيون كي روبرون لو شا دو زينب، قالك شنو هو التعبير اللي تيمثل لو شا دو زينب أو اللي تيعوض لو شا دو زينب. كاين واحد التعابير تعاودوا لو شادو زينب مقتصره بالضبط على الفقره الثانيه، خاصكم تستخرجوا من هذاك الفقره الثانيه تعبير تعبر على لو شادو زينب او تي مثل لو شادو زينب. بوركو لو ناراتور ابل تي انسي سوشا، لماذا هذاك الراوي تيسمي هذاك لو شا بحال الاسم هذاك او بحال الصفه هذه معينه. اذا انتم لاحظوا هذوك 4 الاسئله الاولين راه ديال الفهم ديال النص، سيدي اللي فهمتو النص راه غادي تجاوبو عليهم، ما فهمتوش النص راه يمشي لكم الامتحان الجاي. هنا في كاين المشكل. إذا غولفي دو لو تيكست كاتخ مو أبارتون أو شو ليكسيكال دو لا كولير، إذا فاش مثلا يصادفكم هاد النوعية ديال السؤال قال غولفي دو لو تيكست كاتخ مو أبارتون أو شو ليكسيكال دو لا كولير، إذا خاصكم تستخرجوا من النص 4 ديال الكلمات عندهم علاقة مع لا كولير. إذا بحال هاد النوعية ديال الأسئلة ديال لوشون ليكسيكال تتكون كثيره بزاف في الامتحان الجاوي. غولفي دون لو تيكست 4 مو ابارتون اون شون ليكسيكال دو لا كولير، اذا خاصك تستخرج 4 الكلمات فقط عندهم علاقه مع الغضب لا كولير. ننتقلوا للسؤال الثامن، تا هو سؤال مقتصر على اللغه، لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت، انتقال من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت. زينب تو غوندغا تا شين، هذا تيسمى لو ديسكور ديريكت. افيرما رحمه ا لونفون، اذا خاصكم تحولوا لديسكور انديريكت، رحمه افيرما ا لونفون كو اتسيتيرا. دي بيان سور خاصكم تدربوا على هذه النوعيه ديال الاسئله. اذا سوف اقترح عليكم واحد الاجوبه ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله، ترقبونا ان شاء الله 2 ولا 3 ايام غادي نلونسي لكم الفيديو ديال التصحيح ديال الامتحان باش تستافدوا اكثر. المهم انا بغيت غير نبين لكم شنو النوعيه ديال الاسئله اللي يمكن تلاح لكم في الامتحان الجهوي المقبل. اذا تنظن بحال هاد الكيفيه هذه، بحال هاد البلان هذا، بحال الاسلوب هذا، غادي تحسنوا اكثر في اللغه الفرنسيه وغادي تحصلوا على نقاط ايجابيه، لانكم عارفين النوعيه ديال الاسئله
وكيفية الطريقة ديال الإجابة. يعني خاصكم تحافظوا التقنية كيفاش تجاوبوا عليه، ولكن اعتمدوا على أنفسكم شيئا ما. إذن هادو هما الأسئلة اللي مهمين في الامتحان الجهوي، عليهم 6 نقاط تسمو أناليز دو تيكس، تحليل ديال النص. إذن خاص تقرا النص مزيان، تدرب على كيفاش تاخذ الأجوبة الصحيحة من النص. لا مسألة ديال التدريب فقط. إذن كل شيء واضح، عندك النص، عندك الأسئلة، عندك طريقة ديال الإجابة، كل شيء واضح عندك، ولكن خاصك الميكانيزمات، خاصك تكون عندك ثقة بالنفس وتستخرج هذاك الشيء في اللحظة المعينة، في لحظة الامتحان تستخرج الأجوبة الصحيحة باش تحصل على النقاط الإيجابية. إذن ننتقل الآن إلى سؤالين آخرين، هما السؤالين المهمين كذلك للحصول على 10 نقاط في الامتحان الجهوي في ليتود دو تاكس. إذن ننتقل إلى السؤالين الأخيرين في الامتحان الجهوي، 9 و10 عليهم 2 نقاطهم. ما نظنش مع أن السؤال التاسع يمكن يطرح في الامتحان الجهوي، بروبوزي أن تيتر كونفونابل تاكس، ما نظنش إلا كان شي امتحان جهوي فعلا سهل جدا. أما النوعية ديال الأسئلة يمكن لكم تلاح لكم في السؤال 9 و10 هما هادو، هو سؤال 10. شوفوا لاحظوا معايا، سيدي محمد يزينب سو باكاغ افيك فيولونس، هادي وجهة نظر رأي معين. سيدي محمد يزينب سو باكاغ افيك فيولونس، ديت اون اون فراز او دو فراز سو كو فو بونسي دو سو كومبورتمون. Donc dites, mais il faut écrire soit une phrase, soit deux phrases, ce que vous pensez de ce comportement. Il y a des tables à l'aide de ce look-là. C'est le Mohamed Dizine qui se bagarre avec violence. Ou je t'aime moins frère ce look ou là, moi arrête à l'aide de ce look-là. Ou justifiez votre réponse par une phrase. Donc, on donne bien un as, on donne bien un afdal tariqa, on a comme deux phrases. لا فراز الاولى تعبروا على الراي ديالكم بحريه، ولا فراز ثانيه تعبروا على لا جيستيفيكاسيون ديالكم. اذا هذا هو الامتحان الجهوي، هذه هي الطريق، هذه هي التفسير المفصل ديال الاسئله ديال الامتحان الجهوي اللي ممكن تصادفكم مثلا في الامتحان الجهوي القادم. اذا كان معكم يوسف دلال من خلال الشاشه المتميزه جوكم نكتيفي للفهم واستيعاب لماده الفرنسيه خاصه بالنيفو ديال الاولى بكالوريا للتحضير الامتحان الجهوي المقبل. إذا الفيديو القادم سوف نخصص الإجابة على هذا الامتحان الجهوي ديال الشرق في 2017، ممكن تلقاوه مثلا في الانترنت مكتوب ومطبوع. إذا إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.